الأمطار تغرق شوارع طنجة في المغرب، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بنذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. كما تشاهدون في هذا الفيديو، سيول تجرف السيارات ومنازل تغمرها المياه في طنجة بالمغرب، حيث غرقت معظم شوارع مدينة طنجة صباح اليوم الجمعة. فيضانات وسيول تسببت في انجراف عدد من السيارات، وذلك إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي تعرفها المدينة هذه الأيام. عينت جريدة العمق فيضانات بكل من حي بحوث وحي المجد، حيث أدت السيول إلى انجراف سيارات بسبب قوة التيار المائي ووجود وادي لتصريف المياه منطقة بني مكادة. بدوره شهد شارع الجيش الملكي طريق الرباط تصدعات في قارعة الطريق، مما تسبب في عرقلة كبيرة لمستعملي الطريق السيار. كما غمرت المياه عددا من المنازل. تعرف مدينة طنجة استنفارا في صفوف السلطات والوقاية المدنية من أجل التدخل لإزالة العراقيل من الطرقات وإغاثة المتضررين من الفيضانات. سلم يا رب سلم، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.